بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم، وحشتوني. يلا بينا نطير على أجنحة سحرية إلى عالم الأحلام. حلقة اليوم أتمنى أن أنا أحكي فيها شوية. هنتكلم عن التنويم المغناطيسي. مش بحب أسيب جزء يخص عالم اللاحس إلا لما تكونوا على علم بيه. بحب أجمع، أحب يعني أخليكم على دراية بالحاجات دي. طيب، إيه هو التنويم المغناطيسي؟ طيب هنقول إيه هو بس بعد ما ناخد أول اتصال. سارة من القاهرة، أهلا بيك يا أستاذة سارة. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ يا أهلا بيك، منورة الدنيا والله. ميرسي حبيبتي، تسلمي. ربنا يخليك. بس عندي حلمين صغيرين، بس رجاء يعني حلقة 28/9 تنزل على موقع القناة، عشان كنت مفسرة فيها حلمين و طيب التلفزيون فاطر عندي. ماشي، قولي ماشي يا دكتورة. أول فتل. حلم أنا شفت زي ما يكون مرات أخويا بيتكلم، زي ما يكون أخويا مسافر السعودية، وهي زي ما يكون بيتكلموا في التليفون، فبتقول له انا بعت لك 4000 4، هو رقم 4، بس انا ناسي ايه هو. وبعد كده هتقيت له انا حجزت لك انك ترجع. راحت ماما قالت لها بلاش تيجي اليومين دول عشان الجو مغير. قالت لها لا ده انا حجزت خلاص تذكره الطياره. مره واحده لقيتها زي ما تكون في اوضه بابا، بس نايمه على السرير بالعكس، مش ناحيه المخده، الناحيه الثانيه، ورافعة رجليها ورجلها كلها مكشوفه. فانا بقول لماما، وماما واختي وانا كنا واقفين، بقول لها هي واقفه كده مش محرجه ان هي رافعه رجليها. راحت اختي قالت لي لا ده كده عادي. بعد كده لقيتها اتنقلت، نامت زي ما تكون نامت على كنبه قدام السرير، برضه نايمه على ظهرها، وبتكلم اخويا في التليفون ويقول لها انا هاجي يوم الجمعه. قالت له لا انت هتيجي زي ما انا قلت لك، كلمتي تيجي تيجي النهارده، يعني تيجي النهارده. بعد كده لقيت اخويا زي ما يكون في البلكونه، وزي ما يكون ماسك الواح خشب وبيعملها عكس اعكاس زي حرف اكس كده. فبقول له انت بتعمل ايه؟ زي ما يكون انا حاسه ان هو بيعمل قاعده في البلكونه. بيعمل ايه؟ قال لي زي ما انا حاسه ان هو بيعمل قاعده، هيعمل زي خشب كده قاعده في البلكونه. ايوه تمام. ماسك خشب بيعمله حرف اكس. قال لي مالكمش فيه، انا بعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ هو انتوا على خلاف معاها يعني؟ مع الست دي؟ لا خالص، لا بالعكس خالص، احنا كويسين مع بعض. طيب خلاص تمام. ايه الحلم الثاني بقى؟ ده اخويا اللي شافه، بس هو بيقول يا دكتور ان هو بيبقى نايم. هو جوز الست دي؟ لا ده اخويا ده مش متجوز. مره يا دكتوره شاف على السرير بتاعه صرصار، او بيفتح عينيه لقاه قدامه، بيقول لي خياله. قمت نورت النور ما لقاهوش. ثاني مره لقى زي ما تكون كلكعه شعر بتجري على الحيطه، بيقول لي كنت صاحي لما بيصحى من النوم. نور برضو النور ما لقاهاش، فهو مش عارف ده ايه. لا ايه اللي بتجري على الحيطه؟ زي ما تكون كلكعه شعر كده، يقول زي ما يكون شعر كده وبيجري على الحيطه. طيب هو بيصلي ولا لا؟ لا هو مقطع بصراحه اليومين. طيب اشكرك يا استاذه ساره. شكرا. ماشي. طبعا انا سالتك الاول هل انت على خلاف مع مرات اخوكي، عشان طبعا الرؤيه باين كده ان هيحصل خلاف بينكم. اولا كشف المرأة عن ساقيها في المنام ده دلالة على صلاح حالها، دي ما فيهاش خلاف. ده طبعا نسبة للسيدة بلقيس لما كشفت عن ساقيها، فده دلالة على صلاح حالها. ولكن في انتوا مستائين من امر ما، انها بتمشي كلمتها على جوزها، هو ده اللي انتم مضايقكم من ناحيتها، وهي كده بالفعل يعني. ولكن الموضوع ده يعني مضايقكم شويه، لانها ده خلاف طباعكم وتقاليدكم وعاداتكم، لانها نايمه في السرير بالعكس. يعني ربنا يصلح حالهم، لو هم كويسين مع بعض وبعيد عنكم يلا براحته بقى، والله اعلم. اما بالنسبه للصرصار اللي بيشوفه اخوكي او بيشوف كلكعه الشعر اللي بتقولي عليها دي، ده ان دل على شيء بيدل على ان ممكن يكون والعياذ بالله في حاجه معموله ليه. عليه بالرقيه الشرعيه، قرب من ربنا قوي، لان البني ادم اللي بعيد من ربنا بيبقى عرضه لهذا، الله اعلم. معانا استاذه مروه من البحيره، اتفضلي. اهلا بيكي. علي صوتك ووطي التلفزيون. ايوه عايزه اكلم الدكتوره. انا معاكي، اتفضلي يلا وطي التلفزيون. لو سمحتي عندي حلمين عايزه. طيب هي مروه، اصحي يا مروه وكلميني، شكلك عايزه تنامي. طيب هنكمل التنويم المغناطيسي، او لسه هنقول يعني التنويم المغناطيسي هو عباره عن ايه. هو عباره عن حاله
من الذهول او الاغماء، حاجة كده يعني الواحد يحس نفسه مش في الدنيا، متسلطن كده في دنيا تانية خالص. يعني هي حالة من تنشيط اللاشعور، كل ده يندرج تحت التنويم المغناطيسي. مين أول من اكتشف التنويم المغناطيسي؟ كان في واحد عالم، العالم ده اسمه جيمس برايد. جيمس برايد ده أول حد يكتشف التنويم المغناطيسي، ولكن اكتشفه بطريقة صحيحة وبعد عنه الدجل والشعوذة. طيب هناخد فرح من القاهرة ونرجع لكم. أيوة يا فرح. الو، ايوه دكتوره صوفيا، أهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك انا كنت بكلم حضرتك قبل كده على قناه تانية، وكنت بقول لحضرتك ان انا بعاني من السحر يعني وكده، وانا عارفه مين اللي بتعملهولي يعني، وعندي رؤيات خاصه بيها. معمول لك سحر بتقولي؟ واحده قريبتي هي وعندي رؤيات انت خاصه بيها. اتاكدت ازاي انها عامله لك يا فرح؟ نعم، اتاكدت ازاي انها عامله لك؟ من الرؤيات عرفت، انا كنت بعمل اوراد وشفتها. لا قولي لي، لا انت ما تحدديش مع نفسك، لاني زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده وحضرتك قلتي لي، كنت بكلم حضرتك على قناة الحدث اليوم، وحضرتك قلتي لي ساعتها دعاء كده، وقلتي لي قولي عليها عشان دي ست مش كويسة ابدا، وحضرتك فصلتي لي قبل كده رؤيات كتير خاصة بيها. طيب خلاص قولي بقى، طالما كده يبقى خلاص ثبتت الرؤية، قولي بقى. انا بقى عندي بس 3 رؤيات صغيرين خاصين بيها. اتفضلي قولي. طيب اول رؤية بابايا شافها، شاف الست دي يعني ان هي كأنها ايديها منفوخة جدا جدا، وكأنها يعني عمالة تزعق فيه وتقول له بص في عينيا بص في عينيا، فلقى عينيها كلها حواليها شياطين قاعدين. وعرف ازاي انهم شياطين؟ هو شافهم في المنام كأنهم شياطين بشكلهم وحش جدا، كأنهم قاعدين حوالين عينيها في الحلم. الرؤية التانية أنا شفتها حلمت بيها إن هي كأنها ماشية في الشارع وماسكة كيس، الكيس ده زي ما يكون فيه ورق كده، الورق ده كله مليان دم كده، وماشية ترميه على وش الناس، وكأنها كانت عايزة ترميه على وشي أنا وماما، أنا ومامتي يعني. يا ساتر يا رب. الرؤية التالتة بقى، أنا ساعتها كان في ورد، حضرتك أنا بتابع كل أورادك يا دكتورة صوفيا وبقول كل الأدعية بتاعتك. طيب يا حبيبتي، عاملة الرقية الشرعية ولا لأ؟ بعمل على طول. طيب بصي اعمليها، بصي الرقية الشرعية بتبقى حاجة زي الانتيبيوتيك، عملتيها يوم الاثنين يبقى لازم يوم الاثنين، عرفتي؟ اخدتيها على طلعة اذان الظهر يبقى على طلعة اذان الظهر كده، فاهماني ازاي؟ يعني ما تفوتيش مش الاسبوع ده، لا خلينا خلاص، خلينا الاسبوع اللي بعده، لا لازم لازم كله مع بعضه، فاهماني؟ تمام. هقول قولي لحضرتك معلش الرؤية التالتة، قولي. شفتها بعد ما قلت دعاء كان حضرتك كنت مديهوني، اللي هو بتاع يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، بس انا مش حافظاه يعني. ايوه فاكره. حلم شفت ان انا كأني في البيت عندنا قطط كتير بس مش عايزة تطلع، وكان منهم قطة سودة كبيرة جدا مليانة شعر كتير مشعرة بطريقة وحشة يعني، يا ساتر. فأنا واقفة كأني بقرأ آية الكرسي بصوت عالي جدا، وبشاور عليها بصباعي كده، يعني كأني بقراها بقوة كده من عند ربنا في الحلم. تمام. فالقطة دي فضلت تتنفخ تتنفخ تتنفخ، اللي هي كأنها خلاص هتفرقع يعني، أو إيه هتنتهي يعني تمام. هتموت. وبعد كده لقيت برضو في كلب اسود كبير جدا فارش على السرير، وبرضو كنت بقرا نفس ايه الكرسي بنفس الطريقه بنفس القوه، وشايفاه عمال يعني ايه يعني بيتاذى جدا جدا في منتهى التاذي. انت لسه ما بس جبتيش يا فرح صح؟ كان نص وشي فرح؟ بقى بيج. فرح نعم هو انت لسه ما نعم اتجوزتيش صح؟ لا انت عمرك كام سنه؟ نعم عمرك كام سنه؟ 24. طيب تمام. فكأن بقى من كتر ما انا يعني استمراري في القراءة عليه بقى نص وشه لونه بيج، بس لسه بقيه كله اسود فحمة. فوانا بقرا عليه كأني شفت ظل كده قدامي كده على الحيطة، يعني كأن حد ورايا ظل بنت كده بدون حصان. فانا تمام. خفت وما رضيتش اوقف قرايه يعني، فضلت استمر، بس انا كنت خايفه جدا من الظل ده، وحاساها يعني حاسه بحركه او حد ورايا،
وقمت من المنام اصلا مفزوعه جدا يعني، وكنت اصلا يعني ايه حاضر. اللي هو زي متكتفه كده، اللي هو ببقى ساعات مش عارفه اقوم، اللي هو وانت الجسيم ده. بتصلي يا فرح ولا لا؟ ملتزمه يعني. طيب كويس ماشي خلاص. حاضر يا فرح اشكرك. اخد مريم من الاقصر. اهلا يا مريم. اهلا بك يا دكتوره. ازيك عامله ايه؟ صديقه البرنامج يا مريم. والله الله يخليك يا دكتوره. لو سمحت معي حلم لاختي وحلم صغير خالص لي يعني. اتفضلي يلا قولي. انا كاتبه، بصي اختي متزوجه، شافت اختي الانسي قاعده مع الشيخ محمد حسان. وهي قاعده معاهم يعني، والشيخ كشف على اختي الانسه دي وقرأ عليها، هي بتقول قرآن، وكانت في طالبة من كلية الطب قاعدة معاهم. والشيخ محمد حسن بيكلم الدكتورة في حالة أختي وهي بتتكلم إنجليزي. الدكتورة مين الطالبة اللي في كلية الطب دي؟ دي مجهولة يعني، ما حدش يعرفها. الشيخ محمد وهي حسن البنوتة دي في كلية الطب اللي هي قاعدة مع الشيخ؟ في كلية الطب في الحقيقة؟ لا هي بقول لك هي مجهوله مالها؟ مجهوله، ما لا غير يعرفني. المجهوله اختك. اختك الدكتوره؟ لا الدكتور، لا اختي مش دكتوره. طيب هي انسه ما اتزوجتش يعني. طيب تمام. فالشيخ محمد حسن بيكلم الدكتوره في حاله اختي، بتتكلم انجليزي هي الدكتوره، وذكرت تمام. القولون، كأن عندها قولون يعني، هي ذكرت القولون في الحال. وكأنه أختي تعبانة، بس تعب بسيط. قال الشيخ بيقول للطالبة الله ينور عليكي، بيقول للطالبة دي اللي في دكتورة، اللي هي دكتورة. وأختي اللي شافت المنام ده جالها إيحاء في الحلم إن بنتها سارة لما تكبر ربنا هيكرمها وتشوفها دكتورة، يعني زي الطالبة دي بالظبط. طب كويس يا رب إن شاء الله. بس حلمي أنا يا دكتورة صغير يعني، كنت اتفضلي. كنت بتوضأ علشان اصلي العشاء، كاني نمت يعني، والعشاء فاتني. فلقيت اثناء وانا بتوضأ راح الفجر اذن، فقلت بلاش يعني اصلي الفجر والعشاء بعد كده في وقت تاني. واستفسرت صغير لو سمحت. استني بس يا دكتور. دقيقة يا استاذة مريم، هو حضرتك بالفعل كنت نايمة من غير ما تصلي العشاء؟ لا والله مش فاكره يا دكتوره، بس لا ما هو كده الرؤيه دي معناها ان انت بالفعل. بصي اي حد في الدنيا نام عن صلاه عصر، نام عن صلاه مغرب، عن عشاء، اي حاجه لازم يشوف رؤيه زي دي. ده تنشيطيه من قبل الله تعالى ان انت كده قوم يعني. قلق بقى الواحد نايم مش مصلي وكده فبيحصل له قلق. ده بتحصل لكل الدنيا، بتحصل لنا شخصيا كمان. هو الفجر اذن قلت اصليه وبعد كده. طب لو كنت نايمه ومصلي العشاء هاي هل التفسير هيختلف؟ حاضر. لو مش لا بس هو كده. لا انت ما كنتيش مصلي العشاء لان ما فيهاش قرينه تفسر. اشكرك يا استاذه مريم. منى من القاهره اهلا بك يا استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. استاذنك بس في رؤيتين. يلا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول رؤيه حلمت انا والدتي متوفيه الله يرحمها. حلمت انها موجوده في شقه خالي، وخالي ده برضو متوفي يعني، خالي ومراته الاثنين متوفيين. فلقيتها موجوده في الشقه بتاعتهم، وبقول لها انت جايبانا هنا ليه؟ عامله اكل يعني وكده. بقول لها يا ماما انت جايبانا هنا ليه؟ قالت لي عشان اختك عايزه تتطلق. انا ليا اخت منفصله اصلا يعني. كويس. فقالت لي اختك عايزه تتطلق. قلت لها تتطلق؟ فانا في دماغي بقول لها تتطلق ايه، ما هي متطلقه. كويس. قلت لها انها مطلقه؟ ما هي في الحقيقه مطلقه. ايوه. لا قلت لها في المنام انها مطلقه بالفعل. فانا في دماغي في مخيلتي بقول هي بتقول تمام. فبقول لها طب دي هي مطلقه، هتتطلق تاني ازاي؟ فبتقول لي هو جوزها جاي وجايب معاه شهود وجايب المعزوم. وهي بقول لها طب انت جبتين جوزها جاي وجايب معاه الشهود والمأذون تمام. عشان يطلقها. فانا بقول لها طيب انت جبتينا برضو هنا ليه؟ ما طلقتيهاش في البيت عندنا ليه؟ قالت لي لا ما انا مش عايزه اللي هناك يعرفوا. كويس. فبقول لها طب الشقه ديت جبتي مفتاحها منين؟ قالت لي من ولاد خالك. قلت لها ما هي الشقه دي دلوقتي مش بتاعتهم، دي بتاعت مرات خالي الثانيه، مراته الثانيه. هو كان متجوز مين؟ هو سؤال بس، هو خالك ده عنده شباب كبار يعني لسه ما اتجوزوش؟ لا عنده ولد وبنت واثنين كبار متجوزين. ولد وبنت دول لسه ولا ايه؟
لا لا متجوزين طيب متجوزين. طيب تمام. فقالت لي انا خدت المفاتيح منهم وهما ادوني وقالوا لي ماشي. فانا بقول لها الشقه مش بتاعتهم دلوقتي، طب صاحبه الشقه دلوقتي لو جت هتقول علينا ايه؟ قالت لي بقى مش عارفه، قولي لي اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه. قلت لها طب خلاص يا ماما اهدي. ولقيت نفسي بعد كده في الشارع انا وجوزي قدام محل، فقلت له طب استنى انا هدخل اجيب لبان. فدخلت اشتري مطلعه جنيه، فلقيت الراجل بيقول لي ايه ده، في ولد خد اللبان اللي عندي كله ومشي، واداني ظرفين. فانا اديته الجنيه فاداني ظرفين، بقول انا مش عايزه اظرف، قال لي بس خديهم. فلقيتهم 3 اظرف في ايدي، 2 منهم ناشفين كان فيهم حاجات ناشفه. بعد كده خدتهم ومشيت وركبت اتوبيس انا وجوزي برضه. كل ده يا منى؟ ظرف منى ده حلم واحد يا منى ولا ده انت مدخله لي حلمين؟ لا لا ده حلم واحد كله. فتحت ظرف وخلاص قرب يخلص، فتحت الظرف لقيت فيه علبه مكياج. فانبسطت قلت كويس دي هتنفع تتحط على التسريح، انما الظرفين التانيين انا ما فتحتهمش. طيب وخلص الحلم على كده. طيب يا منى اشكرك اشكرك. تمام. طب في رؤيه تانيه صغيره؟ طب يلا قولي بسرعه. بص حلمت ان انا قاعده على الارض في مكان وفي قدامي نخله، نخله طويله جدا. عندك ولاد؟ بيلمع. عندي بنتين. الله يحفظهم. الله يخليك. فلقيت نازل منهم ثلاث فروع من النخله دي، ثلاث فروع تخان. كويس. ونازل منهم 2، واحده بعيده جدا وواحده متوسطه، يعني المسافه بيني وبينها مش بعيده قوي، وواحده قريبه مني جدا. فالقريبه ديت انا كل ما ارفع ايدي تنزل، فانا بقول اه ده الرسول كان بيعمل كده، كل ما بيرفع ايده الحاجه دي تنزل قدامه. فلقيت الحاجه دي الفرع ده نزل قدامي، والفرع ده دخله ظهره زي شكل القرنبيطه كده، بس هي مش القرنبيط يعني، شكلها كده فيها فصوص. فخدت فص وبدوقها لقيتها طعمها مسكر كانها لبن فيه سكر. تمام. فلقيت اختي جنبي بتقول لي على فكره دي فيها نمل، خلي بالك انها فيها نمل. فقلت لها لا ما فيهاش حاجه. ففجاه لقيت نمليه واحده كبيره على هدومي بس. منى مش معقوله يا منى، الحلم طويل جدا يا منى والمشاهدين مستنيين. دي رؤيه ثانيه بتاعت النخله دي وكده خلاص. طيب خلاص اشكرك يا استاذه منى اشكرك. مين؟ استاذه فاطمه حبيبتي. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ ازيك يا قلبي عامله ايه؟ ثاني الله يخليك يا رب. اخبارك ايه؟ ازيك عامله ايه؟ حبيبتي بخير والله الحمد لله. تسلمي يا رب، ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي. مش مطلتك ابدا. كنت عايزه احضرتك رؤيه يعني صغنونه كده. اتفضلي. تمام الله يخليك يا رب، ربنا يحبك خلقه كمان وكمان يا رب. امين. تسلمي يا استاذه فاطمه. شكرا. حلمت بخير ان شاء الله. الفنانه سناء جميل. ايوه الله يرحمها. الله يرحمها. عندنا في البيت وبتاكل يعني حاطين صينيه اكل وقاعده بتاكل وكده. اه. وبعدين انا ببص يعني انا الحلق بتاعي اللي في ودني حاليا يعني لقيته في الحلم نفس الحلق بس حجمه كبير جدا يعني. هتجيبي ولد تاني يا فاطمه؟ نعم؟ هتجيبي ولد تاني؟ ينفع؟ حرام عليكي. لو النبي لو النبي لو النبي كفايه. لو النبي يا دكتوره مش وقت خالص، دراستي خالص. كملي وبعدين لقيت الحلق مال. بس هي دي الرؤيه. فانا يعني استغربت ان هو نفس اللي حاليا اللي انا لابساه في ودني. بس هتجيب ولد تاني يا فاطمه؟ كده هتجيب ولد تاني. ربنا يسامحك يا دكتوره. الله يخليك يا رب. ماشي الف شكر. ماشي يا قلبي، مع السلامه يا استاذ. مع السلامه فاطمه. مع السلامه. محمد من القليوبي. امل، استاذه امل اهلا بيكي. اهلا السلام عليكم. اتفضلي. ازيك حضرتك يا دكتوره؟ اهلا بيكي اتفضلي. الو. ايوه سامعاكي اتفضلي. اهلا بيكي. ممكن اقول حلم؟ اه اتفضلي. بعد اذن حضرتك، انا بنتي متوفيه يعني لسه من قريب. الله يرحمها. الله يخليكي. ف بعديها انا حلمت برؤيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. البنت صغيره ولا كبيره يا استاذه امل؟ نعم. البنت صغيره ولا كبيره؟ لا دي دكتوره، ده عندها معديه 30 سنه. الله يرحمها. الله يصبرك يا رب ويسكنها في سيح جناته يا رب. هي لسه ميته في شهر 2 اللي فات ده. فانا عامله عمره مرتين قبل كده. ما شاء الله عليكي بزياده يا رب. لقيت ان انا طالعه من البيت ببص من اليمين لقيت نور جامد طالع من السماء. وحد كده النور طالع من وشه ولابس غتره زي السعوديين كده. فبقول مين ده؟ النور ده اللهم صل على النبي الله اكبر. راح قالوا لي ده سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. وجنبي ست محجبه بقول مين دي؟ قالوا دي الشيخه بدويه. اه ما شاء الله. بس فانا قمت تاني مره شفت خير اللهم اجعله خير برضو ان انا قمت من النوم
يعني ان انا واقفه في مكان النضر عماله تنطر، وان انا عريانه خالص عريانه خالص، والنضر عماله تنطر عليا. المطره كانت شديده استاذة امل؟ ايوه النضره كانت شديده أبشري. جدا. ابشري ابشري يا رب ان شاء الله. وحاسه ان انا عريانه خالص ومكسوفه من نفسي، بقول يا ساتر يا رب ايه اللي عمل فيا كده، ايه ساتر يا رب. بس ما فيش حد شايفك؟ لا. طيب ربنا خلاص ابشري بس. ابشري بسم الله ما شاء الله. فانا قلقانه قوي يعني. لا 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 خالص ما تقلقيش هفسر لك. استاذ احمد اديني فرصه لو سمحت افسر وبعدين ناخد بقيه الناس. اشكرك يا استاذه امل اشكرك. فرح قالت ان والدها شاف قريبتهم دي ان ايديها منفوخه وكده. طبعا احنا كل رؤياتك بتدلل على ان الست دي شر شر شر، ف هتاخدي بقى ايه عليكي بالرقيه الشرعيه تمام، حفاظا على يعني زي ما بيقولوا ايه، حفاظا على يعني ما يجيلكوش شر من ناحيتها. خدي حذرك. والدك برضو كل اللي بيشوف الست دي بالوضع ده ياخد حذر منها. وبعدين موضوع الاكياس اللي فيها الدم دي وكانت عايز ترميه عليكي وكده، معنى كده ان ده اذى هي نيتها، والعياذ بالله ربنا يكفيكي شرها يا رب. نيتها اذى، مش عارفه الناس دي بتنام على المخده ازاي وهم اذين الناس، مش فاهمه يعني. ربنا يستر عليكي، الرقيه الشرعيه هتحفظك من الانس والجن، فما تقلقيش يعني. استاذه مريم قالت ان اختها المتجوزه شافت الشيخ محمد حسان، وفي طالبه في كليه الطب قاعده جنبها وكانت بتتكلم بالانجليزي وكده، واختها بتقول يعني واقع في خاطرها ان بنتها تتمنى انها تطلع زي البنت دي. بص هقول لك على حاجه، وجود شخص يشار له بالخير يعني شيخ على تقوى وصلاح، ده ان دل على شيء بيدل على الخير اللي هو يحوطك، يعني انت قاعده في حضرته، فده ان دل على شيء بيدل على حمايه من قبل الله تعالى وتمسك بالدين، بما انك حد متمسك بالدين فانت في حمى وحصن من الله تعالى. والتمني والايحاء في الرؤيه كما هو، زي ما هي قالت يا رب بنتي تبقى زي البنوته دي او وقع في خاطرها هذا، فهي بالفعل ان شاء الله بامر الله بامر الله يبقى البنوته دي تطلع ويبقى لها شأن عظيم باذن الله. طبعا استاذه منى ساره، ام ساره من اسكندريه، اهلا بيكي. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. معلش هتعليك معايا حلمين والقناه تطلع عندي، فممكن تفسريه وانا مع حضرتك؟ عشان ايه؟ القناة فاصلة عندي، فممكن تفسروا لي وانا معاكي؟ طيب قولي يلا. ماشي. شفت زي ما كنت بيتنا القديم قبل ما اتجوز، ودخلت البيت لقيت الشقة كلها مكركبة. واخويا كان معايا، اخويا ده متجوز. فلقيته نام على السرير، فانا بقول له خد بالك المهندسة اللي معاك اللي اسمها مي تعرف اثار كتير قوي عن بيتكم انت ومراتك. استني قولي كده، استني حضرتك كنت في مكان قديم ولا اخوكي؟ بيتنا القديم، بيتنا القديم قبل الجواز. بيتكم القديم قبل الجواز. فدخلت الشقه لقيتها مكركبه كلها، ولقيت اخويا نايم على السرير، فبقول له انا شفت لك حلم، زي ما اكون حكيت له الحلم كبير قوي. فبقول له المهندسه اللي معاك تعرف اسرارك انت ومراتك، فقالت تفسر الرؤيه دي، فهو مش عايز يفسره. فانا قلت له عشان هي عارفه اسراركم. بعد كده لقيتها جت المهندسه دي معاها اتنين رجاله غراب قوي، فبتقول لي انا جايبه لك انبوبه بوتاجاز، انا عندي في الحياه في غاز. فجايبه لك انبوبه بوتاجاز. المهندسه دي اسمها ايه؟ اسمها مي. طيب تمام. بس فعشان لقيت جاي داخل عليكم، فانا بقول لها طب جايبه انبوبه ليه؟ طب ما كان في هنا انبوبه. فجت قالت لي، بتقول للراجل هي بكام؟ مش كانت بخمسه؟ بقت بثمانيه ولا بعشره؟ بس ف وبس على كده ده اللي انا فاكراه. هو انت شاكه في علاقه بين اخوكي والمهندسه دي؟ لا لا لا، بس هي تعرف اسرارهم فعلا في الحقيقه. طيب حاضر حاضر يا استاذ ساره، وانا معاكي ام ساره. بص يا ام ساره هقول لك على حاجه. الحلم ده ثلاث ارباعه حلم نفسي، ثلاث ارباعه حلم نفسي تمام، ما فيهوش حاجه بس غير موضوع الانبوبه. الانبوبه دي اللي هي تفسر ليه بقى، لان الانبوبه اي حاجه فيها يعني حاجه فيها ضرر او خوف منها انها تنفجر
ولا في حاجة فيها نار أو خلافه، ده كله أنت قلق داخلي ومتوجسة خيفة من الست دي إنها تفجر حاجة وتأذي أخوكي. فبقول لك الحلم كله حلم نفسي، فلا عليكي بيه. بصي أنت خلاص فهمتيه، ان يعني احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره، ما ينفعش يقول كل اسراره، يعني مش كل ما يعرف يقال يعني، صح؟ انت خلاص عملت اللي عليكي، سيبيه بقى بيحكي بقى، هو بيفضفض ولا حاجه يقابل بقى. طب في رؤيه تانية، مرات اخويا اللي شافتها شافت واحده زي الساحره ومعاها تعبان، والتعبان ده فاتح بقه على مرات اخويا ومن غير لسان، فبعد كده فهي خافت منه تقول لها ده التعبان ده عني، فبتقول حطت التعبان ده على ترابيزه، وفجأة بقى عامل زي قرن الفلفل. جه اخويا اللي مش متجوز قعد ياكل وقطم حتة من القرن دوت اكله بس. طيب تمام كده. هو اللي مش متجوز ده يعني علاقته بالله كويسة وكده؟ هو مقصر في الصلاة وعمل عمره قبل كده، بس بيصلي وبيقطع بصراحة. بس هو ليه دلال على الله على فكرة، ما شاء الله عليه يعني. في حاجات كتيرة رغم ربنا. بص انا هقولك على حاجة، في ناس كتير يعني بتصلي بس مش عارفة، يعني بحس ان الصلاة ده مش عارف ما علينا. وفي ناس بتبقى في دلال بينها وبين ربنا وبتبقى بعيدة شوية كده، بس لو قالت يا رب الدنيا بتتقلب يعني، فاهمة ازاي؟ فاعتقد والله اعلم ان هو بسبب فعل خير عمله الولد ده، ربنا كرمكم كرم عظيم ان ابعد عنكم شر فظيع يعني. التعبان ده لما يتحول لفلفل او كده فده دلالة على يعني حاجة فيها شر شديد جدا، ولكن بما ان هو متواجد في ناس كده يعني وجودها اصلا في المكان يبعث الخير، فربنا يخليه لكم يعني، واطمن التعبان ده خلاص من العدو ده، والله اعلم. اشكرك يا ام سارة، متشكرة قوي. اتفضلي هنكمل تفسيرات عشان الناس. منى قالت ان والدتها المتوفيه كانت موجوده في الشقه في بيت خالها ومراته وكده، وكان في بتقول لها ان اختك عايزه تتطلق للمره الثانيه. الطلاق في الحاله دي معناها رزق، يعني يرزق كل من سعته، معنى كده ان هيجي لها رزق كتير جدا للبنوته دي اللي هي مطلقه دي، هيجي لها رزق ما شاء الله يعني لا يعد ولا يحصى، حاجه كبيره جدا. واعتقد والله اعلم ان في زواج ليها على القريب العاجل، بما اني ذكر المأذون فده ان شاء الله باذن الله في عوض عن الزوج السابق يعني. اما بالنسبه للبان في الرؤيه بتقول انها كانت ماشيه في الشارع وجوزها وراحت المحل وفي لبان وكده، كانت هتشتري اللبان. اللبان ده قيل وقال وغير مستحب في الرؤيه بالمره، واما الظرفين دول فدي اخبار هتيجي بعد ثلاثه نقاط يعني، ابشري. دي الرؤيه الاولى الاستاذه منى. الرؤيه الثانيه كانت قاعده على الارض وفي نخل وكده، الثلاث فروع دول ثلاث اولاد ليكي. القريب طبعا القريب ده بيبقى حد قريب لامه او يعني بيسمع الكلام او كده، فده دلاله على الذريه، بما انك ذكرتي الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعني كان بيعمل كده يعني، كان بيقرب اولاده يعني، والله اعلم. معانا استاذ عبير. اهلا. ايوه اتفضل. مساء الخير دكتوره صوفيا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اهلا بيك، اتفضلي. انا تواصلت قبل كده مع حضرتك على البيج، بس حضرتك قلتي ان يعني هتتواصلي معانا في البرنامج. طيب يلا قولي. انا شفت رؤيتين انا كنت كاتباهم لك للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، اتفضلي. بس هما بينهم فترات زمنيه. الاولى شفتها كنت يعني قريبه، كنت لسه لابسه الحجاب يعني وكده، وكنا في شهر رمضان وكنت معتكفت في المسجد وكنت خدمة القرآن، وشفته شفت الرسول في ليلة 23. شفت كأني يعني طلع يعني باب بيت، بس البيت ده كان متعدد الطوابق يعني، كانوا طبقين. انا عارفة ان ما كانش في ايام الرسول طبقين الا ايام سيدنا عثمان بن عفان يعني، بس انا رحت دخلت يعني زي خبطت على الباب كده وفتحته وانا شايلة شنطة
بس انا ما اعرفش انا ايه يعني بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين لقيت على ايدي اليمين باب وفي سيدات يعني امهات المؤمنين يعني زوجات الرسول. فانا انا رحت قايله لهم مين فيكم هتطلع معايا للرسول النهارده؟ فلقيت عليه الصلاه والسلام، لقيت ستنا عائشه. انا شفت ستنا عائشه قبل كده وهي كبيره شويه يعني، كانت بتروي لي احاديث وكده، انما كانت المره دي يعني صغيره شابه. استني يا استاذ عبير، بتقولي انت شفتي السيده عائشه قبل كده؟ انا دلوقتي في الرؤيه دي شفتها شابه جت تجري عليا، هي اللي جت تجري عليا عايزه تطلع معايا للرسول. هو انت متجوزه يا استاذ عبير؟ طيب تمام كملي. وبعدين يعني انا كنت شفتها وهي كبيره في السن يعني قبل كده، انما انا شفتها بقى المره دي كانت شابه صغيره يعني، وكانت بيضه كده وقصيره يعني مش طويله. كان جسمها يعني مش تخينه يعني، ولابسه يعني زي توب كده عليها. وطلعت معايا، طلعنا على سلم يعني، طلعنا على سلم كانه دور اول سلم. وبعدين في الوش بصيت لقيت مكتب، و يعني انا لقيت مكتب وطلع منه زي نور، اتاري الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد قدامي يعني، قاعد هو على المكتب ده بيكتب. انا عارفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني بيقرا او يكتب، انما لقيته قاعد. وانا لمحت راجل يعني اكنه راجل كبير يعني، شفته اول مره دي ان هو كبير وبدقن بيضة. وبعدين انا رحت قايل للسيده عائشه انت هتقابلي الرسول صلى الله عليه وسلم كده، رحت مطلعه لها من الشنطه زي قميص وقلت لها خدي البسي يعني ده جديد يعني حاجه جديده، وانا بحب البرفيومز يعني. فقعدت ادور في الشنطه اقول ايه ده، انا ما جبتش البرفيوم بتاعي الغالي ده، انا جايبه البرفيومز اللي بحطها في البيت احط منها قبل ما الرسول يجي يسلم عليا. ولقيت الرسول صلى الله عليه وسلم داخل يعني، انا شفت النور اكتر، وبعدين شفت فيه ان عينيه سودة قوي بس دقنه كانت بيضة. وبعدين راح حضني قوي كده يعني كانه بيسلم عليا يعني. انا بقى مش فاهمه انا ايه بالنسبه لهم او انا يعني، ده الرؤيه الاولانيه يعني. انا مش عايزه اقول بسرعه عشان ما اعطلش حضرتك. سؤال هسالك سؤال بناء على السؤال ده هفسر لك الرؤيه. ايوه. انت ليكي يعني نسب منسبه تبع الرسول؟ طيب خلاص. من طرف والدتي، من الاشراف، من سيدنا العباس عم الرسول. طيب حاضر ماشي. طب اقول تاني ولا لا؟ استاذ عبير كده كفايه، الحلم طويل جدا، اشكرك. بصي انا بس شدني حلمك شويه. اولا عايزه اقول على حاجه، انا سالتها السؤال هل هي منسبه ولا لا، لان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ان لما حط العبايه على السيده فاطمه وابنائها فهو دول يعني عترته ودول ذريته ودول ابنائه يعني. فلما يحصل كده فده اندل على شيء بيدل على نسبها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرؤيه عشان ابقى صادقه معاكي قوي يعني، الرؤيه فيها تداخل كتير واختلاط كتير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتضن امراه في المنام اطلاقا، حتى لو انت من نسبه، ولكن ما بيبقاش في حضن. ف انت شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم على حالك وليس على حاله. ممكن ده يكون حد من والدك يعني، يكون اخوك، يكون حد قريب ليكي، لان الرؤيه فيها تداخل رهيب رهيب رهيب. وكون ان انت تعدلي على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى فيه التباس في الدين، يبقى فيه خطا فاحش. دي نمره اتنين. نمره تلاته، ان انت تحطي بيرفيوم او ايا كانت ريحه للسيده عائشه فغلط غلط يعني، الرؤية فيها خطأ فاحش. فمش عارفة بقى انت، انا قلتلك اللي فيها والله تعالى اعلى واعلم. استاذ عصام من الجيزة، اهلا بيك يا استاذ عصام. الو، اهلا بيك. وطي التلفزيون عشان تسمعني يا استاذ عصام. هاني حضرتك؟ هاني. هاني هاني هاني، اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا يا فندم. مدام بس عايز اكلم حضرتك. يلا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. دكتوره صوفيا ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ لو سمحت بعد اذن حضرتك احكي لك بس حلم بحلمه كتير. يلا قولي. اسمك ايه؟ بعد اذن حضرتك انا اسمي فاتن.
اهلا بيك يا استاذه فاتن، اتفضلي. الله يخلي حضرتك يا دكتوره صوفيا، الله يخليكي. بحلم حضرتك دايما ان في قطه بتخربشني. انت مخلفه ولا لا يا فاتن؟ بتخربشني. ايوه معايا ولدين. الله يحفظهم. الله يخليك. تمام. في قطه دايما بتخربشني، حلمته اكتر من مره. بتصلي يا فاتن؟ مش منتظمه في الصلاه قوي. بصي يا فاتن، هقول لك على حاجه. هو القطه دي لونها ايه اولا؟ رمادي. رمادي. هو طبعا طالما رمادي هي دي اذيه من الانس وليس الجن، فمعنى انها تخربشك معنى كده ان في حد اذيكي قوي قوي قوي، وكمان يعني مصيبك بالفعل بالاذيه. حاولي ان انت تاخدي حذرك منه، تعرفي مين اللي بيأذيكي، مين، شوفي المكان اللي انت بتحلمي بيه. ما دام حلمتيها كذا مره يبقى اكيد في مكان معين بتشوفيها فيه، خلي بالك من سكان المكان ده. تمام؟ ايوه. والله اعلم. شرفتيني يا استاذه فاتن. هنكمل بقيه التفسيرات. ساره قالت انها كانت في مكان قديم، ودخلت الشقه لقيت مهندسه، وقلت لك انا طبعا خليه يحافظ على اسراره وده حلم نفسي. شافت واحده زي الساحره ومعاها تعبان وحطت، قلناها برضو فسرناها لك. تمام. أستاذة فاطمة قالت إنها شافت الفنانة سناء جميل بتاكل في بيتها. بصي، سناء جميل يعني ذكر طيب، الذكر أولاد. ماشي يا فاطمة، واخدة بالك؟ الذكر أولاد. وحلق أنت لسه مخلفة علي ما شاء الله، الله يحفظه لك، يبقى في حد تاني جاي بإذن الله، خلي بالك. والله أعلم. أمل قالت إن بنتها الله يرحمها متوفية، وشافت انها طالبه يعني، ولقيت حد في مطر وكده. شافت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه غطره يعني، وشافت السيده بدويه. فابشري طبعا انت ان شاء الله باذن الله في عوض ليكي. طبعا الضنا ما فيش عوض الا ثبات من الله وصبر، يعني ربنا يصبرك يا رب. بس انت عليك ان انت تحاولي جده كده ان انت تطلعي عمره تاني، عشان ربنا يغسل لك كل همومك وحزنك وزعلك يا رب ويثبتك. اللهم امين. بما انك شفتي المطرة بتمطر بغزارة بالشكل ده، ان شاء الله فرج قريب بإذن الله. اما التعري طالما محدش شايفك فاعرفي ان خلاص هتخلصي من الهموم دي، الهدوم هموم، عرفتي؟ ان شاء الله ربنا يا رب يبعد عنك كل شر كده ويجعلها اخر الاحزان. مين؟ دنيا. اهلا يا استاذة دنيا. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا دنيا من القاهره، بقول لحضرتك صاحبتي بنت عمتي حلمت ان انا كنت عندها في البيت. ايوه، اسمها ايه بنت عمتك؟ ندى. ايوه. وكان معانا واحده ثالثه بس مش عارفه هي مين. وبتقول لي ان انا كنت قاعده مبسوطه قوي في وسطهم، وهي وانا كان ورايا مشوار مهم قوي. وايه؟ كان ورايا مشوار مهم. وراكي مشوار؟ كنت قاعده بحط ميك اب وكده، وبتقولي ان انت كنت حلوه قوي، وانا كنت قاعده بحط بنقلك الالوان وكده. ابشري. هو انت لسه ما اتجوزتيش يا دنيا؟ لا. ابشري. ده زواج بقى. تمام يا دنيا، ماشي. شرفتيني يا دنيا، مع السلامه. دنيا حلمت انها قاعده في بيت بنت عمتها، او بنت عمتها اللي حلمت الحلم ده، وشافت انها بتتزوق ووراها مشوار مهم. المشوار المهم والتزويق والحاجات دي ان دل على شيء بيدل على زينه. الزينه دي بتكون المال والبنون، والبنون بيجوا ازاي؟ بيجوا من الزوج. فده ان شاء الله باذن الله تعالى زواج قريب وذريه وفرحه ليكي، والله اعلم. هنقول مين؟ طيب نتكلم شويه، اسمح لي يا استاذ احمد، يعني شويه بس، شويه صغيرين عشان اكمل بس كلام التنويم المغناطيسي. فزي ما قلنا ان جيمس برايد ده هو اول واحد شاف او نقى التنويم المغناطيسي من الدجل والشعوذه. ان الناس سبحان الله، الناس الدجالين ومش عاوزين دول اي حاجه عايزين يشبطوا فيها، وبناء عليها يسرحوا بقى بخيالهم ويضللوا الناس، ويعني الله يصلح حالهم يعني. فجه بقى واحد اسمه قبل جيمس ده، كان اسمه انتوني
مسمر. ده كان هو كان ذاع له صيت عظيم في موضوع التنويم المغناطيسي، واتقال عليه ان هو ما شاء الله عليه يعني فعلا فعلا يعني على يده تم شفاء ناس كتير من عوارض نفسية وحاجات كده. بس بقى طبعا الناس الحلوة مستنياه، اللي هم بيكرهوا الموضوع ده، يكرهوا نجاح لأي حد، فاعتبروا ان هو خرافي او دجل وشعوذة مش عارف ايه، لدرجة ان هم كانوا بيتريقوا عليه. كانوا بصوا هقول لكم التريقة اللي بيقولوها، قالك خذ من زجاجة زيت الخوف والرعب 4 أوقيات، ومن روح الوهم رطلين، وضع المادتين في زجاجة الخيال واتركها أياما واشرب ذلك 40 نقطة في الصباح فتشفى من الأسقام. كله ده يعني ايه بيتريقوا على الراجل اللي هو يعني اسند اليه شغل جامد جدا، لان هم كانوا طبعا بيكرهوا الخرافات، فاعتبروا ده صنفوها ضمن الخرافات. الراجل ده كان في الثورة الفرنسية، وكان اكتر الناس اللي هو شافوا على ايده كانوا من النساء، فكان حابب يعني حبوه جدا الستات. فطبعا الرجالة ضايقت ازاي الراجل ده جامع الستات بالشكل ده، احنا لازم نكسره، لازم نكسره ونقول ان هو شغال بالدجل والشعوذة، ونخلي كل ست جوزها يلمها ما تروحلوش. عرفتوا ازاي؟ فطبعا في كل الاوقات وفي كل يعني الازمان الشر والناس اللي قاعده متربصه للناجحين قاعده يعني متيقظه. طيب ناخد ضحى من القاهره اكمل لكم. ضحى. الو السلام عليكم. اهلا بيكي يا استاذه ضحى. اهلا بحضرتك. اهلا. دكتوره صوفيا معايا؟ انا والله. اتفضلي. وقت التلفزيون يا استاذه ضحى. لو سمحت كان حضرتك حلمت؟ وطي التلفزيون عشان اسمع اللي حلمتيه. طيب الاتصال اتقطع، ارجع اتصلي بينا تاني. مين؟ الو. الو. ايوه اتفضل. اتشرف باسم حضرتك. رمضان. اهلا بيك يا استاذ رمضان، اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل. في حلم كده معايا بقاله فتره طويله. وانا عاوز احكي لك. كنت معايا واحد صاحبي ومسافر اسكندريه بعربيه، وفي الطريق عملنا حادثه بالعربيه، فزي ما تقول الراجل اللي احنا خبطناه كان معاه شنطه، فالشنطه دي صاحبي راح واخد الشنطه ومشي، وبعد كده طبعا خلص. هو صاحبك ده اسمه ايه؟ محمد. هو انتوا دلوقتي كويسين ولا بعاد؟ لا يعني كنا مع بعض كويسين، بس دلوقتي بعاد عن بعض. دلوقتي بعاد. طيب هقول لك يا استاذ رمضان، اشكرك طبعا. اخو دينا من السويس. اهلا يا استاذ دينا، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. بص حضرتك، انا حلمت بسمك. السمك ده جات لي واحده قالت لي في المنام ان هو مش حلو، يعني السمكه كده قد كف من اول كف ايدي لغايه كعبها. كعب ايه؟ كعب ايدي، يعني من اول كف ايدي لغايه الكعب. الكعب الكوع. انا بقول كعب الايد ايه ده كمان. طيب معلش. وقالت لي السمك ده مش حلو. فرحت قالت لي بس عايزاكي تضربيه في الخلاط. اسمعيني، مين دي بقى اللي قالت لك؟ تعرفيها ولا واحده كده جات لي في المنام كبيره ولا صغيره؟ واحده جات لي في المنام وقالت لي كده وانا واقفه على السلم. طيب كملي. فرحت خدت السمك دوت وانا بطلعه من الجردل، السمك كتير. وانا بطلعه من الجردل السمكة تطلع معايا سليمة، والسمكة الثانية اطلعها تطلع في ايدي فار ميت. فار ميت؟ انتي استاذة دينا، هو حضرتك متجوزة؟ متجوزة ودايما في مشاكل، وحال جوزي دايما مش كويس. ايه ماله؟ بقولك يعني متجوزة ووضع جوزي مش كويس، يعني دايما في مشاكل ما بيننا. طب وفي ولاد؟ عندك بنات؟
عندي بنوته وانا حامل. طيب حاضر حاضر. وبعد اذنك كمان بحلم ان السقف بتاعي مشقوق وبيطلع لي براس. السقف مشقوق وبيطلع ايه؟ بيطلع لي براس صغيره. يا ساتر. وحاجات براغيث وحاجات وحشه كده. استاذه دينا، وحضرتك بتصلي وكده ولا بعيده ولا ايه الدنيا؟ لا بصي، لسه مصليه كده في حدود شهر يعني. طيب امسكي بقى على الصلاه اوعي تسيبي. ماشي خليني بقى افصل. حاضر. اشكرك يا استاذ. اشكرك يا استاذه دينا، اتفضلي. نفسر رؤيه الاستاذ رمضان. بيقول ان هو كان ماشي في الشارع او راكب سياره، هو واحد صاحبه اسمه محمد، وكان وعمل حادث. يعني الحادث في المنام غير مستحب، معناه عرقله هتحصل في حياة البني آدم، ولكن العرقلة دي طالما ذكرت في المنام فخلي بالك، ده لازم تدفع ضرر. دفع ضرر بيقولك ان هو مثلا الصدقات تمنع ميتة السوء وتمنع عنك الشر وتمنع عنك وتطهير للنفس وتطهير. اعمل كده، لاني لو ما حصلش كده في خلال شهر، لان انت شفت شنطة واحدة وخدها صاحبك ومشي، كل ان يتاخد منك حاجة فدي خسران، ده خسران. فانت لازم تدفع الضرر بالصدقات، والله تعالى اعلى واعلم. اما بالنسبة للاستاذة دينا، حلمت ان جت لها واحدة في المنام وكان قالت لها ان السمك ده بايظ او مش كويس، السمكة كانت كبيرة في ايديها وبتلاقيها متحولة. ده ان دل على شيء بيدل على انك شوية البعد من الله تعالى. انت اكيد الرؤية دي قبل الصلاة، طبعا هي بتقول انا التزمت بالصلاة بعد شهر او قبل شهر يعني. إن دل على شيء بيدل على إنك شوية البعد من الله تعالى بيخلي الرزق مش جاي كما يجب، يعني كل يعني فرص ضائعة زي ما بيقولوا. وللأسف الشديد كمان بما إن بتطلع في إيديكي الفيران، فمعنى كده إن أنت شوية كده مقربة ناس فاسقات حواليكي. خلي بالك، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. معانا أستاذة فاطمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أيوة حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله، أهلا. رؤيتين بس بتوع صديقة ليا، يعني هي عمالين الناس يقولوا لي وأنا بلغي الدكتورة صوفيا على السنانة السكرتيرة بتاعتها. ماشي يا أم علي، ماشي قولي. صاحبتي حلمت إنها معزومة عند ناس وكانوا حطوا يعني لحمة مستوية. وأكلت منها، بتقول اللحمة كان طعمها جميل جدا يعني. في الرؤية. دي الرؤية الأولى. ونفس يعني. استني يا استاذه فاطمه، هي الست دي متجوزه ولا مخلفه ولا؟ متجوزه حضرتك، وعندها 3 بنات وحامل برضو. طيب نفس القصه. طيب ماشي. وشافت برضو تاني، هي نفس يعني صاحبتي نفسها يعني. شافت انها برضو يعني بتاكل كفته وقاعده مع ناس على السفره وكده، وكل الناس معاها طبقها. بتاكل ايه؟ بتاكل ايه؟ كفته. وكل اللي بياكل قدامه طبقه، بس طبقها هي كان كتير جدا لدرجه ان هو ملفت للنظر، مليان على الاخر يعني. ابشري ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طمنينا حضرتك. احاول لك. حاضر حاضر. سلام. طيب هاخد ناهد. اهلا بيكي يا استاذه ناهد. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن احكي لي حلم؟ قولي. كنت حلمت من حوالي اسبوع كده اني انا كنت بتوضى ماشي. فبعدين رحت وانا بتوضى، راحت الميه اللي كانت بتنزل بتوضى منها راحت قطعت. بعدين رحت اخدت الحنفيه من الحمام، وبعدين اخدتها بره الحمام. بعدين لما طلعتها بره الحمام وكده وحاولت اعمل فيها افك فيها وكده، راحت نزلت ايه؟ انا مش فاهمه خالص يا ناهد، مش فاهمه خالص. واحده فهميني، انت كنت بتتوضي، راحت الميه قطعت، عملتي ايه بعد كده؟ رحت انا اخدت الحنفيه خلعتها من الحمام. خلعت الحنفيه نفسها؟ وبعدين؟ وبعدين اخدتها بره الحمام. ورا الحمام؟ بره الحمام. بره الحمام. بعدين رحت فضلت افك فيها. بعدين راحت نزلت
نزلت زي عنبك، عنقود عنب يعني. ايوه ماشي. بعدين اخذت وبعدين راحت نزلت ميه مش كويسه، مش نظيفه، فيها تراب وطين وكده. ايوه. انت متجوزه يا ناهد ولا لا؟ نعم. انت متجوزه؟ بعدين راحت راحت الميه نزلت ميه بيضه خالص. بعدين اخدتها تاني ورحت رجعت الحمام. طيب. بعدين رحت رحت كنت بغسل رجلي وبتوضى يعني، ورحت الميه كانت كل ما وانا بتوضى بيها كانت بتنزل بيضه خالص، وكان بيطلع منها كده ضوء كده، نور يعني وكده. بس هو كده الحلم خلص. كنت طيب. حلمت واحد تاني ممكن، معلش اقوله لك الله يرضى عنك. طب بسرعه يا ناهد عشان في ناس كتير مستنيه. اتفضلي. بصي، حلمت ان انا في مطبخ، ماشي، غير المطبخ بتاع بيتنا وده. فبعدين رحت كان في اخت جوزي انا قالت لي هتشوفي نور كويس. هتشوفي نور. ايوه ماشي، من الشباك بتاع المطبخ. رحت قلت لها ماشي. فبعدين رحت جيت ببص في المطبخ، في الشباك اللي في المطبخ ده، ورحت شفت شفت القمر، وكان جواه كده نجوم صغيره خالص، وكان كل يعني كان بيزيد نور جامد جامد جامد، وحوالين القمر ده نجوم. بعدين راحت جت قالت لي شفتي ده نور من عند الله ما شاء الله. شوفي يعني ده يعني ده جزء من نور ربنا سبحانه وتعالى. الله. شوفي، فانا كنت كل ما ابص واشوفه كنت بكون مبسوطه وفرحانه. ابشري بس كده لحد ما بعدين الحلم خلص وصحيت. خلاص. شكرا. طيب اشكرك يا استاذه ناهد، اتفضلي. الاستاذه دينا شافت ان السقف بيطلع براس، ده ان دل على شيء بيدل على اذى جاي لك من ناحيه اهل الزوج. عشان ابقى صريحه معاكي، السقف بيبقى الزوج، واي حاجه تيجي من قبله بتبقى يا اما حد من اصحابه يا اما حد من اهله، فهي اللي براس دي كده. خلي بالك قوي، حصني نفسك زي ما بقول لك، حصني نفسك، ربنا يبعد عنك كل شر. استاذه فاطمه حلم صاحبتها قالت انها كانت معزومه في مكان وتقدم لها لحمه مستويه وكانت منها قوي، حلو قوي، ده ان دل على شيء بيدل على مناسبه طيبه هتحضرها او هتشهدها بالفعل. ده الرؤيه الاولى. الرؤيه الثانيه بتقول ان كفته وكانت منها كتير، ده ان دل على شيء بيدل على ان في حد من قرايبها ليه زواج قريب، لان الكفته دي حاجه في حاجه يعني، مش بتبقى لحمه وبس، بتبقى مثلا لحمه وفيها حاجه وكده، فده معناه ان في ان شاء الله زواج قريب، وانت هتكوني شاهده على ذلك لانها اختك، اخوكي، حد قريب ليكي جدا، والله تعالى اعلى واعلم. استاذه ناهد حلمت انها بتتوضى والميه قطعت وخدت الحنفيه بره وفكتها وكده. بصي هقول لك على حاجه، ذكر الحنفيه في المنام زي ما اتفقنا ان هو الدين والاسلام، لان هو الحنيفي، فلما تاخدي الحنفيه وتفكيها معنى كده ان انت بتعملي الرقيه الشرعيه، الرقيه الشرعيه هتخلصك من حاجات كتير جدا. هي بتقول طلع لها الاول عنب، هتشوفي يعني مردودها عليكي خير جدا، وبعدين بتبقى هديه من بعد الرقيه الشرعيه. حاجه ثانيه بعد كده الميه الوحشه بتخلصي منها، اللي هو الحاجات اللي مش كويسه اللي ممكن تكون معموله للبني ادم يعني، سواء عين سواء حسد سواء اي حاجه، كله هيطلع. طالما الميه بقت بيضه ونظيفه فابشري ان شاء الله هيجيب مردودها عليكي الرقيه الشرعيه. اعمليها وطمنيني، والله اعلم. مين؟ امينه من القليوبيه، اهلا بحضرتك. الو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. والله انا حلمت حلم كده خير، اللهم اجعله خير. خير يا رب. حلمت ان انا في بيت، بس مش هو بيتي يعني. وان انا كنت بكنس الدولاب بتاعي بمقشه صغيره كده، والمقش يعني وانا بكنس كده نزل زي عنكبوت. ففي ناس اللي هم الناس اللي هم جيراننا اللي هم المفروض يعني اللي هم في البيت الاصلي يعني نزلوا علشان يعني. مين اللي نزلوا؟ هي ست وراجل ولا ايه؟ احكي لي كده. ست اسمها ست وراجل. ايه؟ اسمها ايه؟ لا دي انا ما اعرفهاش. ما اعرفش اسمها. تمام. اللي هي المهم ان هي بتقول يعني بنظراتها ان هي ما اتكلمتش خالص، ان هي هتقول لجوزي ان انا في البيت، هو يعني انا في مشاكل وكده،
وهي هتقول لجوزي يعني ان انا في البيت وجاي عشان اخد العفش. هو انت بالفعل منفصله يعني ولا زعلانه؟ احنا في زعل وان انا يعني سايباهم وكده. تمام. فهي بتقول يعني ان هي هتيجي وان هو هيجي يعني ان هي تقوله يعني ان احنا ان انا باخد العفش. فانا اكن ان انا يعني مهمنيش من كلامها، كل ده يعني كلام نفسي ما بيني وما بينها، بس ما فيش كلام. طب بصي هسالك سؤال يا استاذه امينه، انت بالفعل في دماغك ان انت تروحي تاخدي حاجه من شقتك كده؟ لا خالص. طيب تمام تمام. المهم ان هي يعني بتقول كده، ففعلا بالفعل ان هي يعني زي هي بلغته وان هو جه هو ووالدته وانا موجوده في المكان ده، فبقول لنفسي في ذاتي انا مش هسيب المكان دوت ومش همشي، يعني اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. تمام. بعد كده لقيته هو زي هو مش في شكله، هو متبهدل جدا وانه مريض جدا يعني. دخلت وبروق الدنيا وبعمل كل حاجه، ببص لقيته ان هو دخل على السرير وان هو تعبان جدا ونام على السرير. رحت انا زي نايمه جنبه واخداه في حضني، ببص لقيت تعبان اسود ماشي على الكنبه اللي جنب السرير. وقمت جبت سكينه من المطبخ وان انا بحذفه عليه على التعبان دون. اتحذفت، فانا بقول لنفسي ايه ده انت حذفتيها وما قتلتيهاش. فخدت السكينه تاني ورحت قطع راس التعبان دوت نصين. بس وانا بقطع بقى يعني دماغه كده اتحول التعبان ده لولد صغير. يعني ان هو وقف كده بقى ولد صغير. طب بقول لك ايه يا امينه، هو حضرتك في نيتك كده ان شاء الله يعني ترجعوا لبعض وكده؟ لا صراحه لا، بس هو الرؤيه دي هترجعوا لبعض ابشري يعني. كده لا والله ما لا لا ان شاء الله ربنا يعمل لك الصالح، بس الرؤيه بتوضح جدا. اشكرك يا استاذه امينه، خليني اخد مريم عشان مستنيه بقالها كتير. اهلا يا استاذه مريم. استاذه مريم مريم طيب خلينا الاتصال واضح انه اتقطع، هنكمل. استاذه امينه طبعا بتقول انها جت وكانت بتاخد حاجات من الدولاب او بتكنس حاجه من الدولاب. بصي هو الكنس في الرؤيه هقول لك الصراحه يعني الكنس مش حلو في الرؤيه، معناه ان هو الراجل ده هيتعرض لازمه ماديه فظيعه، يعني هيقع. وبما انك شايفاه بهيئه متبهدله واللي انت شايفاه كده ومش عارف وشكله عيان وتعبان والدنيا دي كلها، معنى كده وعكه في حياته شديده جدا هيتعرض ليها. ولكن زي ما قلت لك هو في عوده قريبه باذن الله. الست اللي هي بلغت بذلك ده انت فاكراها في الرؤيه مش كويسه، لكن هي بالعكس ده هيبقى في حد واصل بينكم، هو اللي هيوصلكم ببعض يعني باذن الله. وحتفت السكينه دي على التعبان ان شاء الله باذن الله. ده قدرتك من قرانك والتزامك بالله تعالى للخلاص من الاعداء، يعني ان شاء الله باذن الله تبشرينا قريب. اسمحوا لي نطلع فاصل وبعدين نستأنف رحلتنا. بجدد التحية بحضراتكم وبنستأنف رحلتنا إلى عالم الأحلام. هناخد أم أحمد من القليوبية. أهلا بحضرتك يا أم أحمد. إزيك السكول عاملة إيه؟ الحمد لله أهلا وسهلا. أهلا بك السكول. اتفضلي. من فضلك عايزة عندي حلمين ممكن أقولهم؟ اتفضلي. أنا حلمت إن أنا بقول سميرة بنتها هتتخطب 15/2. 15/2؟ 15/2 ابشري.
هي البنت دي سنها قد ايه؟ 21 سنه. ان شاء الله خير يا رب، ابشري ان شاء الله. بص يا ام احمد، الرؤيه دي ان شاء الله باذن الله، هو رقم 15 ده دلاله على منتصف، المنتصف ده غالبا بيبقى 25 عاما، تمام؟ فهي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني هي ما تستعجليش عليها في الجواز، هي بس ان شاء الله لما تكمل 25 سنه ان شاء الله يبقى في زواج ليها، والله اعلم. طيب، تمام. تمام. والحلم الثاني برضو، حلمت ان في فار جه جري عليا ومسك في رجلي، وهي سميرة دي برضو اللي فضلت تشد فيه ديله اتقطع وبعد كده جري. طيب، انا لسه شايفه فار حالا انا وجايه. الظاهر ان انا رؤيتي اتحققت هنا بقى، صح؟ طيب كويس. والثاني بقى انا دوست عليه فوتته. لا حاضر يا ام احمد. بصي يا ام احمد، اتفضلي. بص هقول لك، الفار في الرؤيه معناه امراه فاسقه، امراه سيئه، امراه وحشه جدا، ماسكه في رجليكي يعني متمكنه من اولادك القدمين اللي هم الولاد. فشوفي بقى مين هي اللي متداخله في حياتكم قوي كده. بس البنت طالما شدتها معنى كده انها ملهاش. انت عندك اولاد غير البنوته دي؟ عندي بنت تانية وثلاث صبيان. لا، الصبيان ده حد كبير كده يعني ولا صغيرين؟ لا، الكبير 24 سنة و17. هو ده، لان ده واضح ان في بنت او في امرأة فاسقة متمكنة من حد في ولادك. بما اني اخت يعني البنت سميرة بتشد، فده اندل على شيء هي بتقول له يعني ابعد، وفي سر بينهم بقى. انت اسألي بقى واعرفي. تمام؟ تمام، ربنا يسترها ان شاء الله. يا فضل. رب اشكرك يا ام احمد. تسلمي ست الكل، شكرا. اخذ استاذه ناديه من القاهره. تمام ربنا يسترها ان شاء الله. يا وطي التلفزيون يا استاذه ناديه عشان اسمعك. اهو وطيك. طيب يلا. السلام عليكم دكتوره صوفيا. اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، منوره الدنيا كلها والله. تسلمي. بص هقول لحضرتك، هو عندي حلمين. حلم ان جوزي كان ماشي في سمعيكي، جوزي كان ماشي في قطر، راكب قطر والقطر ضلمه وماشي بطيء قوي، وبعدين اما نزل من القطر نزل ايه في شوارع يعني زي حواري ضيقه كده. ثواني كده يا استاذه ناديه، بس استاذنك في نقطه صغيره بس كده. استاذ احمد انا عايزه قلم، القلم شطب. معلش انا اسفه، القلم شطب، مش عارفه اكتب الاحلام. طيب ام احمد، طبعا احنا فصلنا لك الرؤيه. في رؤيه تاني كانت لأستاذة ناهد، بتقول إنها كانت في المطبخ وكانت يعني أخت جوزها بتقول لها هتشوفي نور من الشباك. بصي بقى أنا هقول لك على حاجة، هو الشباك أصلا أنا ما بحبوش في الرؤية، وما في شباك ذكرى في الرؤية إلا وجي من وراه يعني قلق ونكد وكده، حتى لو جاي من ناحيته خير. فخلي بالك ما تبينيش الجمال اللي انت فيه، واضح ان انت حد كويس يعني لا نزكي على الله احد، فما تقعديش بقى تحكي باللي تشوفيه. اعتبري في اسرار بينك وبين الله تعالى، اصلا انا مش عارف بشوف الرسول، اصلا مش عارفه ايه. خلي بالك في ناس كتير ما بتصدقش، في ناس كتير ما يهمناش تصدقوا ولا ما تصدقوش، دي علاقتنا بينا وبين الله تعالى. فما تقعديش تحكي بتقولك هتشوفي نور ومش عارف ايه، هتوريك انها احسن منك يعني. خدتي بالك؟ لان هي بشرتك او نبأتك فهي احسن منك. خلي بالك من الموضوع ده، ما تقعديش تحكي في حاجه. تمام، دي حاجه. عايزه اكمل حته بس من عبال بس ما يجيلي انا. موضوع زي ما قلنا التنويم المغناطيسي هو عباره عن ايه؟ ذهول، اغماء. يعني حتى البني ادم بيقول لك لو عايز ينيم نفسه ذاتيا تنويم مغناطيسي بينظر الى حاجه لامعه، يبص لها يعني وقت كده شويه يلاقي نفسه مسحوب كده. ده اسمه تنويم ذاتي، بس ده يعني بيخضع لرياضه معينه كده، يعني احب اقولها لكم بعدين لان الموضوع شويه بياخد وقت يعني. فده الموضوع اللي انا قلت لكم عليه. حاجه تانية،
بيقول لك ان احلام التنويم المغناطيسي تختلف تماما عن احلام العاديه. ليه بقى؟ لان انت اصلا لما حد مثلا بينومك مغناطيسيا، المقصد من النوم ده ايه؟ المقصد ان هو بيسحبك وانت تعمل اللي هو بيبثه في دماغك. يعني واحد دكتور، كان في دكتور اسمه مصطفى مشرفة عميد كلية العلوم بالقاهرة، كان بارع قوي في التنويم المغناطيسي، لدرجة ان بيقولك ان البني ادم لما يكون منيم مغناطيسيا ما بيحسش ولا بيشعر باي شيء، لدرجة ان هو ضرب ابرة في حتى وصلت الى العظام ما حسش بيها النائم اطلاقا اطلاقا. وبيقول لك لو كانت في يعني كوره من اللهب ومسكها النايم مغناطيسي واداله ايحاء اللي هو منيمه ان دي كوره من التلج مش هيتاذي، تخيل بقى. فده من علامات التنويم المغناطيسي. اشكرك، شكرا. هاخد استاذه ناديه من القاهره، اهلا بيكي. طيب دكتوره صوفيا معايا ولا لسه؟ ايوه انا معاكي، اتفضلي. معلش يا دكتوره صوفي، انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك، انا قلت لحضرتك ان جوزك كان ايه؟ ماشي في راكب قطر والقطر ضلمه وماشي ببطء اول قطر، وبعدين لما نزل من القطر دخل في شوارع ضيقه كده حواري وكلها زباله. ده الحلم الاولاني. وهو ايه اخباره بقى مع ربنا؟ اخباره مع الايه؟ مع ربنا، علاقته بالله. والله بيصلي وحاجات كده يعني. بيصلي؟ طيب كويس. هقول لك معلش حلم رؤية تاني. معلش. اتفضلي. كان انا واقفة يعني من الحلم ده لسه من يومين، لقيت اكتشفت ان واقفة على صباعي فار بس صغير قوي. وعينيها وعين الفار مركزة قوي عليا، فانا خدت بالي متأخر. يعني اتاريها هي واقفه بقى، الفاره دي واقفه على ايدي بقى لها مده، بس انا ما خدتش بالي غير على الاواخر. اول ما خدت بالي فاتخضيت ورحت ناطراها بسرعه. فنزلت ايه على في الدور اللي تحت مني زي السطح وفي غسيل منشور، رحت ايه ناطره ايدي كده من خوفي منها وراحت ايه نازله. وبعدين جوزي كان فاتح باب زي باب الشقه ودخلت فاره ثانيه، بس الفاره الثانيه شكلها غريب. شفت حضرتك الكلاب اللي هي بتبقى شكلها اجنبي كده، شعرها طويل و بس على فارة، على فار. فهو فتح الباب دي جريت على جوه على طول. بس وخلص الحلم. على الاحلام على فكرة بتبقى دقيقة بالكتير قوي، دقيقة. ايوه هي الاحلام اصلا دقيقة. انا بستغرب على الناس اللي بتحكي لي قصص، والله يا مدام ناديه بجد والله. بيفتكروا ازاي القصص دي؟ ده الواحد بينسى. اشكرك. ما انا بستغرب يعني، في بيتستوا بيقولوا حكايات وروايات. والله العظيم وحياة ربنا، وانا بسرح معاهم على فكره. انت ربنا. اشكرك يا استاذه ناديه، اشكرك. استاذه فايزه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. الو. سامعاكي. طيب اشكرك يا استاذه فايزه. طيب مدام نادية قالت ان جوزها كان راكب قطر والقطر ده كان ماشي على مهله، وبعدين دخل الحواري والحواري دي كانت ضيقة ومليانة زبالة وكده. بص انا هقولك على حاجة، هي الزبالة في الرؤية مش وحشة الحق، يعني الزبالة فلوس كتيرة، بما انها دي بقى العرض الدنيا فدي تعتبر اموال يعني، ولكن الحصول على هذه الاموال طرقه غير شرعية مش كويسة، والله اعلم. شافت ان في على صباحها فاره صغيره وبتبص لها بعينيها قوي قوي قوي، ده ان دل على شيء بيدل على امراه فاسقه تراقبك وشويه كده يعني عينها وحشه يعني خلي بالك منها قوي يعني، والله اعلم. وبعدين بتقول ان جوزها فتح الباب، فتحت الباب دي ان دلت على شيء بيدل على مواربه الباب لامراه، امراه دي للاسف فاسقه فاسقه جدا، وكمان يعني خلي بالك منها قوي لانها انت بتقولي شكلها عامل زي الكلب الكبير، وهي فخلي بالك قوي في اللي ببانك، خدي حذرك، ما حدش يدخل على جوزك، اعرفي النقطه دي، والله اعلم. مريم من الاقصر اهلا بيك يا مريم. اهلا يا دكتوره. ايوه اتفضلي. لو سمحتي انت من قبل كده فسرتي لي حال.
قلت لي ان ابي والاب اولادها جاي له مصيبه يعني. طيب بس فبنت اخويا يعني حلمت ان سمعت ان هو مات، فهي بتقول هي دي المصيبه اللي قالت عليها الدكتوره صوفيا الكلام ده من 3 شهور اللي انت فسرتي له. هو مات صح يعني ولا لا؟ هي سمعت في المنام ان هو مات. سمعت في يا نهار ابيض، دي مصيبه كبيره قوي. طيب هي بتقول دي المصيبه اللي الدكتوره. ما هي بص انا هقول لك على حاجه، هي الايحاء في الرؤية وتفسير الرؤية في المنام كما هو، يبقى هي المصيبة بتاعته وهي موت بقى. طيب يا دكتورة، أنا من شوية اتواصلت معاكي وحكيت لك حلم أختي للشيخ محمد حسان. أيوة والله فسرته. أيوة، ما هي عايزة تعرف الحتة اللي كشف عليها محمد حسان، واللي في كلية الطب دي ذكرت القولون، يعني إيه معناه؟ بصي أنا هقول لك على حاجة، أي حاجة في البطن دي تخص الأموال. خدتي بالك؟ سواء كانت الاحشاء الداخليه وكده، فكل ده يخص الاموال. طالما في الم في المنطقه دي فمعنى كده شويه الرزق شويه بعافيه عندها، ولكن ان شاء الله رغم ذلك البنت يعني هتبقى في كليه الطب وكل حاجه باذن الله. اشكرك يا استاذه مريم. استاذه فاطمه من القاهره، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا يا استاذه فاطمه. استاذه فاطمه وطي التلفزيون عشان اسمعيني. اشكرك. طيب هنكمل احنا. فزي ما قلت لك ده خلاص خلصناه مدام ناديه، هكمل الحته الصغيره اللي انا نفسي اقولها يعني. طبعا زي ما قلنا الاستاذ استاذ مصطفى مشرفه كان يعني ما شاء الله عليه كان بارع في التنويم المغناطيسي. مش اي حد، انا بنبه اهو، مش اي حد يجي يقول لك تعالى انومك مغناطيسي مش عارف ايه. يا ناس وحياه ربنا دول بياكلوا عيش بالدجل والشعوذه في النقطه دي. خليكم، انا لما بتكلم في المواضيع دي ليه؟ عشان انشر ثقافه محدش يضحك علينا، محدش يلعب علينا، محدش يجي يقول لنا هطلع لك جن، محدش يجي يقول لنا مش عارف ايه. القصص دي يا جماعه البني ادم طبيب نفسه، طبيب نفسه. هي القران، انت ايه تزيد عليا؟ انت فيك ودن زياده؟ انت فيك عين زياده عشان تطلع لي جن ولا حاجه؟ بص ايوه في علاقات ربانيه، في ناس ليها دلال على الله تعالى، بس ممكن انت ذاتك تكون افضل من الشخص ده. فلذلك اعتمدوا على نفسكم في العلاج. التنويم المغناطيسي دلوقتي اعتقد والله اعلم ما فيش حد بيعمله دلوقتي عشان ما حدش يدخل في المشوار ده. معانا اتصال. ام ابراهيم، ابو ابراهيم. اتفضل يا ابو ابراهيم، اهلا. والله حلمت ان منطقه اتفضل يا فندم سامعاك. احنا في منطقه حديد في صبرا وكده، وفي حته ارض قدامنا فاضيه، فانا حلمت ان انا كذا مره ان المخزن دوت او حته قطعه الارض دي مبنيه مسجد جميل واحنا اللي بنينا، وفجاه لقيت برضه في نفس الرؤيه ان توسع المسجد، خد جنب منه كذا حته ارض، والنبي صلى الله عليه وسلم على طالب ان هو الكعبه تتنقل هنا في المكان دوت، وجاي بنور بتابوت كده حاجه كده بيضة كده، وجت في مكان معين عندنا جنينه ومكان كده ان هو يتعمل مسجد، ويتعمل فعلا مسجد كبير جدا وحاجه شكلها جميله وكعبه في نفس الوقت. وانا وطلب ان انا اطلع على المنبر واذن، كانت اول اذان في المكان دوت. طيب حاضر، اشكرك يا ابو ابراهيم. بص يا ابو ابراهيم، طيب هاخد استاذه فايزه وارجع لك. استاذه فايزه اهلا بيكي. اهلا بيكي واهلا باهل اسكندريه كلهم بحبهم موت. اهلا يا حبيبتي. اتفضلي. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انا اتفضل. عندي حاجات كتير كده، كام حاجه، انا عايزه دعاء اي حاجه. عايزه ايه؟ دعاء يفك الكرب، عندي بنتي ما اتخطبتش. والله انا بقول لكم كل مره حاجه والله، انا بقول لكم حاجه كل مره يعني، حاولي ان انت تتابعيني ممكن في حاجه تلاقيها. انا مستمع حضرتك، الصوت واطي.
لا بزعق قوي. بصي بقولك يعني تابعيني تابعيني، انا كل حلقه بقول دعاء، بس انا ان شاء الله بما انك عايزه حاجه معينه اوعدك هجيبها لك بعينها يعني. حاضر، الله يبارك لك. واختيارات يعني كل حد كده يعني زي الصفا لازم يا رب كل واقف اي حاجه ما بتحصلش. ده الولد بيخطب كويس، هو مهندس وكل حاجه، بس اختياراته غير موفقه. العريس الرسام مش بتيجي بس مش بتيجي. بص انا هقول لك على حاجه، هم العيال دي بتصلي ولا بعيده من ربنا؟ بص انا هقول لك على حاجه، ومن اعرض عن ذكري فله معيشه ضنكا. اللي بتحكي عليه ده معيشه ضنكا، صعوبه، الحياه واقفه، الدنيا مش ماشيه، متوقفه. ده ان دل على شيء بيدل على بعد تام من الله تعالى. هو ده اللي بيبقى البني ادم ده للاسف الشديد هيفضل كده لغايه لما يقرب لله تعالى عشان يحس قد ايه هو بعيد. طيب هتكلم مع ابو ابراهيم. ابو ابراهيم بيقول ان في مكان في منطقته يعني بيتمنى ان هو يعمله مسجد يعني. وقال بص انا هقول لك على حاجه، انتقال الكعبه من مكان لمكان التباس في امر في الدين، التباس في امر في الدين، تمام؟ الا انك تلاقي الكعبه في مكانها ده وضع تاني خالص، ده معناه ان المكان ده في حد ذو صلاح، الحد ده بيلجا له الناس. ولكن انتقالها من مكان لمكان ده في التباس في الدين وفي بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فخلي بال حضرتك ممكن يكون الدنيا كده مش ظابطه في حاجه معينه، حاول ان انت تشوف امورك من جديد تاني. موضوع الاذان ده بشاره طيبه، ولكن بما انها جايه في الرؤيه دي فما اقدرش ابشرك بيها، والله اعلم. عبد الوهاب من الشرقيه، اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الوهاب. ربنا يخليك يا استاذ. اتفضل. انا حلمت ان واحد صاحبي قاعد في محل كشري بياكل كشري، وانا طلعت بره المحل، واحد اداني مفتاح عربيه ملاكي سمراء. وتعرفوا الحد اللي ادالك المفتاح؟ لا ما اعرفوش. ابشر. رؤيه جميله يا استاذ عبد الوهاب. بص انا هقول لك على حاجه، هو الصاحب هنا في الرؤيه دي في حد يعني مفترض ان انت يعني بينك وبينه عداوه، العكس على طول. وبما انه بياكل كشري فمعنى كده ان هو الشر يحوطه، يعني خلاص يعني اشغل الاعداء بانفسهم، ربنا هيشغله بحاله. اما بالنسبة للمفتاح فده اموال جيالك، والعربية ده تيسير في حالك وسريان لدنيتك يعني. ابشر، رؤية جميلة ليك ووحشة على اعدائك يعني. ربنا يخليك. شرفتني. طيب ايه تاني هنكمل؟ هنكمل. فانا قلت لكم ان البني ادم لما يكون منيم مغناطيسيا فبيبقى التاني ده بيديله ايحاء ان انت مثلا لو مسكه مثلا تلجة وقال له ان دي، او اداله الايحاء ده ان دي نار، هيلاقي ايده محروقة. تخيلوا ازاي؟ فهو ده يعني التلاعب بالدماغ دي قصة تانية خالص، فيها منطقة في علم النفس كده. طبعا اللي في ناس كويسة او بتعمل صح، بتعمل ليه بقى؟ انها تعالج نفسيا الناس اللي هي عندها والعياذ بالله صرع وعندها مش عارف الحاجات النفسية دي وانفصام في الشخصية والقصص دي كلها بتعالج بالتنويم المغناطيسي. ولكن في ناس بقى والعياذ بالله بتستخدمها خطأ. معانا استاذة ضحى من القاهرة، اهلا بيكي يا استاذة ضحى. لو سمعت انا حلمت حلم. هي رؤية كنت مصلية العشاء ونايمة. في شيخ جاي لي كده وبياخد روحي ولابس ابيض في ابيض. وتاني رؤية نفس الشيخ برضو كنت في نفس يعني في تاني رؤية دي كنت بحلم ان انا يعني استاذة ضحى الرؤية الاولانية كده وضحيها لي واحدة واحدة، يعني ايه بياخد روحي؟ كان حسيت ان انت بتموتي ولا حسيتي ايه؟ ايوه ان هو بيقبض روحي. بيقبض روحك. دي اول رؤية. طيب تاني رؤية كانت تاني يوم على طول. ان انا بتجوز ولابسة ابيض في ابيض. امتى الرؤى دي كانت؟ كانت اول 9. وانت متجوزه ولا لا؟ لا انا عندي 18 سنه ثالثه ثانوي. لا لا عليكي بيها. الرؤيتين من احاديث النفس، لا عليكي بيها خالص. طب ثواني، ثاني رؤيه ان انا متجوزه ولابسه ابيض في ابيض ونفس الشيخ جاي يبارك لي ان انا بتجوز يعني. والله رؤيتين من احاديث النفس، بحلف لك يعني ما تقلقيش. اشكرك يا استاذه ضحى. ليه بقى انا حددت ده؟ سنها
سنها ده سن انها مش انا متضايقه من حاجه، لا انا لازم اموت، انا خلاص بقى يا رب امتى تاخدني، مش عارف السن ده بتاع كده. فلما البني ادم يشوف حاجه زي كده او في السن ده بعينه، فده ان دل على شيء بيدل قنوط، شويه ياس بيمر بها البني ادم، فبيشوف بيخيل له او يهيأ له ان في شيخ جه وقبض روحها ومش عارف ايه، وقصه دنيا تانية يعني. فلا عليكي بيها، بس انت عليكي بالتوجهي لله تعالى، يعني حاولي ان انت تكلمي ربنا، يعني صلي وخلي الله يكلمك، يعني اقري قران وكده، وان شاء الله ربنا يزيح عنك كل الهموم يا استاذه ضحى. طيب هنكمل موضوع التنويم ولا في اتصال؟ بص هقول لك ايه، طبعا زي ما قلنا احلام التنويم المغناطيسي بتبقى احلام مصطنعه لا يؤخذ بها. طيب معانا استاذ عبد الله من الشرقيه. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ عبد الله. ربنا يخليك يا استاذ. اتفضل. القمر، انا حلمت ان انا واقف في القمر والقمر بيكمل بيا. والقمر بيكمل بيا ايه؟ لا مش سامع يا استاذ عبد الله، تاني كده من الاول. انا حلمت ان انا واقف في القمر، حلمت ان انا واقف في القمر والقمر بيلف وبيكمل بيا. واقف في القمر والقمر بيكمل بيك، دي رؤيتك انت؟ اه. ولا في حد بيمليك؟ لا ده رؤية اخويا الصغير. ده قد ايه الصغير ده؟ ده عنده 20 سنة. اه. بيصلي ولا بعيد من ربنا؟ لا بيصلي. طيب لعله خير. بص دي القمر ده تعتبر دورة أو حول. فبما انه بيكمله او داخل فيه او كده، عليه بالاقتراب من الله تعالى، لانه يعتبر طبعا القمر في هذه الحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت كمل سنتك وكمل دينك وكمل حالك، ممكن تكون بتصلي بس سايب حاجات تانية اللي هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمله بما انك بتشوف ان هو بيكتمل، فده معناه نقصان رغم ان انت بتصلي، والله اعلم. فزي ما قلنا ان الاحلام المصطنعة لا يؤخذ بها. في حاجة اسمها التخاطب عن بعد. طيب استاذة ميرفت من الدقهلية ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذة ميرفت، اتفضلي اتفضلي. اهلا بيك. نعم اي سمعيكي والله، اتفضلي. طيب وقت التلفزيون عشان تسمعيني. انا حلمت حلمين. كل حلم لوحده، بحلم ان جوزي بيتجوز عليا. ده العادي يعني كل الحلم ده بيتكرر عندي كتير. لا لا ما تلاقيش زواج الزوج مره تانية، ده دلاله على شغل داخل عليه، او لو انت حامل يبقى بنت داخله عليه بنوته. ماشي. طيب الحلم التاني ان انا بحلم، الحلم ده برضو بيتكرر كتير، ان انا بحلم بتعبان، واوقات انا موته واوقات ما اشوفهوش وبيمشي. طيب خدي حذرك قوي 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 من الستات، لاني الثعبان دايما دايما في الرؤية غالبا، يعني الغالبية العظمى ومن ضمنها حلمك انت، انها بتبقى من النساء اللي بتضرك يعني، فخلي بالك منها قوي قوي قوي. تمام شرفتيني يا استاذة ميربط. بص هقول لكم على حاجه، هو رؤيه ان الواحده تشوف جوزها بيتجوز عليها دي، طبعا دي كل الستات عماله تحلم بيها، مش عارفه ليه الفتره دي الظاهر ده موسم تزوج الرجال ولا ايه، مش فاهمه يعني. بص هقول على حاجه، في حاجات في الرؤى بتؤكد ان الراجل هيتجوز او متجوز. انا بحب اهدي النفوس واحكيها يعني، لكن حته ان يتجوز عليها تاني دي حاجه تانية خالص، لا ما دي زياده. تعرفي جوزك يتجوز عليك ازاي في المنام؟ يجي شقه مايل، يعني يجي لك مايل كده على الجنب، اعرف انه متجوز على طول. دي نمره واحد. نمره اتنين، كده الرجاله هتولع فينا صح؟ طيب هناخد اخر اتصال ونفدوا مني بقى هم عشان خلاص قربنا نختم. استاذه حنان من البحيره اهلا بيكي. اهلا دكتور. اهلا وسهلا اتفضلي. بقول لك انا ماما كلمت لي حلم. ايوه. ان بابا يعني انا كنت بهرش في راسي جامد قوي. كنت ايه؟ بهرش في راسي. طيبوني. كنت بهرش في راسي جامد قوي يعني.
فماما يعني بتقول ان بابا جالي، يعني بابا ده متوفي، جالي وعطاني ازازه شامبو. ادالك ازازه شامبو؟ اه، بقيت اخد منها واحط في راسي جامد وكده. فبتقول لي ماما، بتقول لي في ايه يا حنان؟ يعني الناس انت مش مكسوفه؟ انت متجوزه يعني... يا حنان ولا لا؟ ما اعرفش بقى متجوزه ولا لا. بص يا حنان، هقول لك على حاجه. بما ان والدك جاب لك حاجه، فدي حاجه زي ما بيقولوا عليها ايه، هتيجي حاجه ترطب عليكي وتريحك، لان تعتبر الشامبو او الكريمات او اي حاجه فيها حاجه بتدخل على الانسان كده الهدوء والراحه، يعني دي غالبا اموال هتدخل عليكي ان شاء الله في القريب العاجل. هقول الدعاء، دعاء طيب. انت انا ما كملتش موضوع الترويم. فزي ما قلت لكم، الاحلام المصطنعه. استاذ احمد استاذنك خلاص كده اتصالات، خليني اقول الكلمتين بس لا، كل الاحلام اتفسرت الحمد لله. طيب زي ما قلنا، في حاجه اسمها التليباثي او التليباتي. دي حاجه كده اتصال روحاني او تخاطب عن بعد بين الشخص وشخص بيحبه، او شخص انت عايز تبعث له رساله. ممكن الرساله دي ترهيبيه على فكره، بتستخدم في الحروب، بنبعتها للعدو كترهيب، تمام؟ يعني بتبقى في الاحلام. فدي كان اول حاجه تستخدم، كانت في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بعث الله تعالى الحلم للاعداء بانهم شافوا نفسهم قليلين قوي، وشافوا ان المسلمين كتار جدا، فدخل فيهم الرهبه، تمام؟ والعكس صحيح برضو، كانوا المسلمين كانوا قليلين، شافوا نفسهم كتار وشافوا ان الاعداء قليلين. فده ان دل على شيء بيدل على حاجه بتبعث كده. ده بتستخدم بقى يعني الناس اللي هم بيشتغلوا في علم النفس وكده بيعملوها، وبيعملوها بجداره. اعرف ناس بتعملها بجداره قوي، انها تبعت رسائل. واحده مثلا بتحب واحد وعايزه تبلغه الرساله، بس لازم يكون هو مؤهل لذلك، لان دي بتخضع لقانون الاولياء او الناس اللي هي قريبه من الله قوي قوي قوي. فلازم هو يكون عنده يعني الارضيه لذلك، لاستقبال هذا. او ممكن بنأهله بقى بطرق معينة ان هو يستقبل هذا المرسال. كده هكمل لكم الحلقة الجاية، بس خلوني اقول الدعاء ده. دعاء الامام الشافعي ده بيبعد عنك الجزع والخوف والرهبة من اي حاجة في الدنيا، اي حاجة متخوف منها في الدنيا، قول الدعاء ده، ان شاء الله ربنا هيقوي قلبك قوي. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق من الطوارق الإنس والجن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم بك ملاذي، فيك ألوذ، وبك غياثي، فيك أغوث. يا من زلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة، اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري، لا إله إلا أنت. اضرب علي سرادقات حفظك وقني رعبي بخير منك يا رحمن. بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا. استنوني الأربع الجاي إن شاء الله، لنطير سويا على أجنحة سحرية إلى عالم الأحلام. تصبحوا على خير.